سلم لي على الشيخ سلام ابو علي. رجعوني على الدار يلا. مرحبا يا يوسف بيه. مرحبا يا مساعد. رجالة اللي متابعين الطريق قالوا لي انك وقفت في السكه. ايش صار وخلاك تقف؟ المفروض ان احنا نستلم في الليل. كنت برايح السواق والعربيه. انت عارف ان المشوار طويل. وكمان احنا مش حامل اي مفاجآت مش محسوبه. معك حق. باين ان سيف بيه بيعرف يختار رجال. أسد! تمام يا عبيد، اطلع انت على الدار. يلا يلا اتحرك ارجع. بضاعتك تمام؟ تمام. تمر بحاجة تاني؟ عشت. يلا يا رجال. يلا. كلنا المتلتم يا جناب المأمور. ولا عايز تقبض على الراجل ده؟ اقبض علينا كلنا. احنا ما شفناش منه غير كل خير. كده؟ طب وماله؟ اقبض عليهم كلهم. ملوش لزوم. ملوش لزوم يا حضرة الضابط. واضح ان ده ملعوب وعامله العمدة. عايز توهمنا ان المتلتم هو اللي عملها وقتل عمي. طب هو فين؟ فين؟ لكن قسما بالله انا ما هسيب حد. وطاري هاخده منها مهما حصل. ايه اللي بيحصل ده يا عمد؟ وهو ايه اللي بيحصل يا جانب المأمور؟ فين المتلات؟ معرفش. مخبرش. وهو مش بردك يا جانب المأمور؟ مفروض انتم اللي تقبضوا على المجرمين؟ هو اني هعمل شغلكم بدلكم ولا ايه؟ مش قلت مش قلتك ده ملعوب؟ ملعوب ومتدبر. انت مشاكلك كترت قوي يا عمر. بلاغات متقدمه ضدك وشبهات حواليك كتير. قرآن خلي رجالتك كلهم يرموا سلاحها وفرغ الغاز كلها في دماغها. اهدى. نزل سلاحك. نزل سلاحك. كيف الشيء هذا؟ يدفع دين قديم يسدد. يسدد. كفاية يا مكابرة. هتموت الحين. حتى لو رفعت 100 سلاح. حتى لو حموت يا ابو نصير. انت عارف كويس ان انا حموت وانا واقف بدافع عن نفسي لاخر نقطة دم. وانت عارف كمان ان انا والموت اصحاب. ما عنديش مشكلة معاه. حتى الموت ما يقبل صاحب الخاين. وانت خاين العشرة والعيش والملح. جه وقت الحساب يا سليم. وهو الحساب ده يا ابو نصير مش برضه جمع وطرح؟ ولا هو جمع بس؟ اسمع مني،
حتى على الأقل علشان تعرف إيه اللي حصل بالظبط. وزي ما سمعت من حد لا شاف ولا عاش اللي حكاه، الأولى إنك تسمع من اللي شاف وعاش اللي بيحكيه. كلام هذا تقوله لما أسألك أنت قتلت فريحة ولا لا؟ أنا جاي ومتأكد وأخذ بتاريختي، بس الحق منه عليك، الحق علي أنا. اعتبرتك مثل أخوي ومن دمي. كيف قدرت تخون العهد؟ كيف اتجوزتها من دون علم قبيلتها وشيخها؟ أنت كنت مثل أخونا. حبيتها يا كحلة. فريحة هي الوحيدة اللي أنا حبيتها من قلبي، وهي الوحيدة اللي كان ممكن أبيع كل حاجة عشانها. والمسكينة صدقت كلامك ومشيت وراك زي الغنمات، ولما حملت تركتها وشردت. وجيت وقت ولادتها وخطفت الصبي وقتلتها. يا ناس ما قتلتهاش أنا، ما قتلتهاش. افهم بقى يا أبو نصير، أنا جيت بعد ما كان خلاص روحها طلعت للي خالقها وقضي الأمر. خفت على عمار، خدت ومشيت، حتى ما لحقتش أدفنها. ما لحقت تدفنها، أنت ما تستحق تعيش. قولي اللي سويته يا سليم راح تدفع ثمنها الحين. ومين يدفع ثمن فرقتي أنا وفريحة؟ مين يدفع ثمن يطمع عمار؟ انتوا اللي قتلتوا فريحة. ذنب فريحة في رقبتكوا انتوا يا ابو نصير. انا جيت لقيتها بتموت، وقفت عاجز مش عارف اعمل لها حاجة، ما كانش في ايدي اي حاجة اعملها. انتوا قتلتوا فريحة زي ما هتقتلوا مغرومة بالظبط لما تجوزوها على السف غصب عنها. حاسبوا نفسكوا الاول يا ابو نصير قبل ما تحاسبوا حد. كل ذنبه انه حب. شوف بقى مين طاروا عند مين. مش بيك يا مغرومة؟ عبس وجهك، وانك فرحانة ان اتجوزنا؟ لا لا. كيف؟ نحن ربنا جبر بخطرنا. حتى وانت غلطان او تحت يدي وروحك مرهونة بسلاحي، لساكي بتحكي وكأنك صاحب حق. لو كنت جيت لي يا سليم وطلبتها مني، كنت وقفت قدام القبيلة كلها وقدام أبوي. ما كنت عامل إيه؟ خاين وخسيس. أنا بعترف إنك كنت أقوى مني، بس خبريني إيش كان بيدي أقدر أسويه وبخلت؟ إيش؟ كنت تقدر على كثير يا سلام، وكنت بكل نوبة أقول لحالي راح يصير أقوى، راح يصير أقوى، ما راح يتركني. ولكنك تركتني اليوم العرس، اليوم ما كنت رح صير بنيات حدا غيرك. حياة الله ما كنت راح أتركك. اسمعي زين، أنا بعرف إنك تحملت كثير فوق طاقتك، لكن من هاليوم من هاللحظة ما راح أتركك لحكم مخلوق. هذا عهد قدام ربي. يلا قم قم نصلي ركعتين لربنا نشكره إنه جمعنا بعد فراق. أسف. سليم، الدرس اللي اتعلمته منك راح يبقى عايش طول الدهر. هعلمه لأولادي، وأولادي يحكوا لأحفادي. سليم، بلغ سلامي لكل الأمداد اللي هتقابلهم. مش أنا يا أبو نصير، مش من سلاحي. نعمة! عارف، عارف يا سليم. يلا يلا، ده الوقت المناسب عشان نمشي. يلا يلا يا بابا، يلا
والله نسيب رجعتك ليوم الدين يا سليم يا ولد العطارين. أبو نصير يا خي فاقد القدرة على الفعل، عاجز عاجز. محدش هيمشي، الدار دي دارنا، محدش هيمشي. موسى الجلاد والله زمان. فارس فارس محدش يضرب دار. الماموسة دي تبع رحمة، مرات اخونا حسن وامه. خلاص يا موسى سيب الحريم واحنا هنمشوا. انا ما قلتش هنسيب الحريم، انا قلت انتوا اللي هتمشوا. الحريم داي هيفضل ضيوف عندي. عيب عيب يا موسى، ما تدخلش الحريم. الحريم ما لهمش صالح باللي بناتنا. احنا ما فيش حاجه بناتنا يا ولد العطار. قصدك انك نسيت اللي بناتنا يا ولد الجلاد. موسى الجلاد ما بينساش حاجه واصل، وكيف انساكم يا عطارين؟ كيف؟ خلاص يا موسى مش وقته دلوقت، سيب الحريم واحنا هنمشوا. ويا دار ما دخلك شر، دار دي هي دار الشر. ما تولعش النار اللي بينك وبين العطارين اكتر من كده. اللي بيحصل ده مش في صالح حد. اسمع يا فارس، تاخد رجالتك وتمشوا من هنا، يا اما هدفنك تحت رجليك. تغيير في محتويات الاوراق الرسميه، تزوير تزوير. الاوراق دي بتثبت ان كل المخالفات تخص اداره المجموعه المتحده مش الاداره الحاليه للمجموعه. تقدر سيادتك تطلع عليها. مدان بما لم يفعل. كحر واحد من يبقى بريء. طيب بريء. الخسارة في المعركة، الهزيمة. أنا حديتي معاك خلص. خلاص يلا ماشي ماشي يا موسى، أنا همشي بس عشان أنت بتتحامى في الحريم، لكن الكلام لسه ما بدأش. يلا يا رجالة. فارس بيه قلت لك يلا يلا. يلا يا رجالة. ما اتفق انت وابني تعويره كبيره وانا ما استحملهاش. تعرف ان انا كان نفسي اسميه سلطان. انا عارف انك انت ما كنتش هتوافق،
ينفعش. يبقى مريم هاني من دهب اسمه سلطان، بس انا كنت سميه زي ما انت كنت نفسك تسميه. كنت انا هقول له سلطان، وكان معايا اسم دول لما اكبر. فلو ربنا خد مني كل ده في وقت واحد، يبقى ملهاش لازمه اصلا العيشه بنت الناس. طلع بجد ان الواحد ما بيعرفش قيمه الحاجه غير لما تروح منه. بس مش لازم تروحي مني عشان تعرفي اني بحبك. انا والله العظيم انا بحبك. ما تفتكر ان انا لما كنت بزعق معاكي او بقول لك كلمتين يضايقوكي ان انا ما بحبكيش. انا بس يمكن ما كنتش بعرف اقول الكلام اللي انت بتحبي تسمعيه. بس انت قلبي بالسلامة، وانا مش هقول غير كل حاجة حلوة. تعرف ان في الحارة زمان كانوا مسميني يا الحجر. عشان كنت طول عمري ناشف وجامد، عمري ما كيت ولا دمعت. بس لأول مرة ما بقاش قادر أمسك نفسي. بس انت غالية يا مريم. أغلى من أي حد ومن أي حد. ايوه حرب، حصل امتى ده كمان؟ ايش انا اتصرف؟ سلام. الحكومة نجيب لنا على الطريق. عجد عجد على الطريق الغربي. طيب ايه؟ يبدا الاشاره. هدف غير اتجاهه يا فندم. يعني ايه غير اتجاهه؟ الاشاره غيرت اتجاهه قدامنا يا فندم على الجي بي اس في اتجاه الجنوب. المسافه اللي بينه وبينه قد ايه؟ وسرعته قد ايه؟ 12 كيلو يا فندم، وسرعتهم 80 كيلو متر في الساعه. فيها اي تمركزات في الطريق؟ في كمين تامين يا فندم. طب وصلني بقائد الكمين. عمليات عمليات. وصلني بالدعم فورا. الشحنه دي لو عدت مش هنعرف نمسكها تاني. علم وينفذ يا فندم. جاري قفل الطريق وبدأ التمركز. يلا ربنا معاك. توكلنا على الله. الوقت اللي اتحجج فيه امنيتك. الكمين ده لازم يتفجر حالا حالا. يلا يا
مات دفاعا عن أهله وعرضه. الشهيد.